أهداف مقابل ثلاثة في مباراة شهدت سبعة أهداف. والانطلاقة حاضرة هنا، فرصة خطيرة لصالح الاتحاد. الأول يأتي لصالح الاتحاد، وأخيرا الفرحة الأولى تأتي للأحمر. الهدف الأول يأتي الآن لصالح الاتحيل عن طريق اللاعب خالد عبد الله. هنا الانطلاقة كانت حاضرة، هل هنالك كان الأوفسايد؟ حاضرا. ماذا؟ العرضية كانت رائعة قصيرة جميلة. الآن الانطلاقة حاضرة، فرصة خطيرة. الكبار وضعها داخل الشباك، والهدف التعادل ياتي. يا سلام يا سلام، لمسة لعيب في الكرة الماضية، يا عيني على اللمسة. نقلة أمامية الآن، لا وجود للأوفسايد، فرصة خطيرة الآن. الثانية ياتي الآن لصالح الاتحيل، فرصة كانت خطيرة من الجهة اليسرى، والهدف الثاني يأتي عن طريق محمد عماد عياش، يعلن عن الهدف الثاني لصالح الاتحيل. أمامية وفرصة خطيرة الآن للرهيب، الكرة وصلت داخل منطقة الجزاء. أي حظ، ولكن الحظ الآن يبتسم للرهيب. في المرة الأولى عاند الرهيب الحظ، ولكن في المرة الثانية يا المكي الطنباري أتى الحظ. هنا نشاهد كأن البلياردو كان حاضر، ولكن النهاية تأتي.